اما هلا بننتقل لسلمى لمحطتنا التاليه اللي نحكي فيها عن انجازات منتخبنا في سوريا بعالم الشطرنج. دائما نستضيف شباب سوري واعد حقق العديد من الميداليات. اليوم معنا هيك شاب صغير عمره 10 سنين حقق ميداليتين، واحده ذهبيه واحده برونزيه، وفريق سوريا للشطرنج حقق فينا نقول العدد من الميداليات الذهبيات من عمر كانت المشاركه 6 سنوات لل 20 عام. اكيد نور ونال الذهبيات 2 مازن فندي بفئه 10 سنوات وكرم كريم الاطرش بفئه 8 سنوات قبل جولتين على نهايه البطوله. لا نحكي اكثر طبعا عن هذا الانجاز اللي حققه ضيفنا، خلينا نقول الطفل المبدع والمتفوق. اليوم معنا مازن فندي، وايضا بيشاركنا اللقاء الكوتش والمدرب الدولي للشطرنج علي حسن. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحكم. مبروك، شكرا لكم على الاضاءه على ابطالنا مازن وكريم وجميع ابطال سوريا ان شاء الله. الحمد لله، اهلا وسهلا فيكم والف مبروك. نوجه تحيه لكل الشباب والصبايا يعني اللي حققوا فعليا ميداليات. اليوم معنا البطل مازن حقق ميداليتين، واحده ذهبيه واحده برونزيه. بنقول لك اهلا وسهلا فيك مازن. خلينا نحكي عن مشاركتك الاخيره. اول شيء كيف حبيت الشطرنج؟ يعني قلت لي تحت الهواء صار لك تلعب سنتين، شو اللي هيك حببك بالشطرنج؟ عندكم حدا بالعائله بيلعب شطرنج ولا انت بتحبها؟ ما بتحبها ولا بتحبها؟ بلا بحبها. قديش بتحبها؟ كيف بلشت؟ كيف بلشت فيها؟ طيب خلينا نحكي صعب خلينا اول شيء نحكي عن المسابقة. خلينا نحكي عن المسابقة. المدرب علي، شباب صغار يعني لما نقول من 6 سنين ل 20 سنة، اليوم مازن عمره 10 سنين ونقول شطرنج بالذات يعني صفاء ذهني وتفكير ولعب، كيف بتبلشوا مع الاطفال بهيدا العمر وكيف بيتم فعليا اليه التمرين معهم؟ الاول شيء بطوله العرب من 6 حتى 20 سنه اقيمت بدمشق بفندق معرض بفندق سيدنايا شيراتون سيدنايا. كان في مجهود جبار من الاتحاد الرياضي العام والاتحاد العربي السوري للشطرنج لاقامه هي البطوله وهذا المهرجان العربي اللي شارك فيه 6 دول عربيه 144 لاعب من 6 دول. هذه 6 دول شاركوا طبعا بافضل لاعبين النخبه يلي عنده. الحمد لله سوريا بالمجموع العام حققت المركز الاول ب10 ذهبيات وعدد كبير من الفضيات والبرونزيات. الحمد لله انا كمدرب كان عندي مجموعه لاعبين شاركوا بالبطوله. مازن فندي حقق ذهبيه 10 سنوات، كريم الاطرش ذهبيه 8 سنوات، حمزه مسعود ذهبيه فئه 14 سنه، جيسيكا ديب فضيه فئه 12 سنه، وعلا بلال برونزيه فئه 18 سنه، وماسك بيلي برونزيه فئه 14 سنه. وهذه حمامي كان مع مازن بنفس الفئه 10 سنوات حقق برونزيه. وبالاضافه كمان لبطوله البليدز اللي حقق فيها مازن ميداليه برونزيه. كانت هي البطوله مو لفئه واحده، هي بطوله ذهبيه كانت لفئه 10 سنوات. اما البرونزيه كانوا عم يلعبوا كل الفئات مع بعض من 6 حتى 20. يعني مازن كان اخر جوله عم يلعب الطاوله الثانيه مع لاعب عمره 20 سنه. حلو. حقق المركز الثالث هو وحمزه مسعود، مركز ثالث مكرر، اخذوا برونزيتين بالاضافه ل فضية علا بلال على فئة من 6 ل 20 بنات. برافو. طيب مازن خلينا نحكي أول شيء بداية عن هي المسابقة الأخيرة اللي أخذت فيها الجوائز، خبرنا عنها أنت، احكي لنا أكثر. احكي لنا البطولة قوية ضعيفة، احكي لنا عن التحضيرات، صعوبة باللعب. يعني هلا يمكن بدي أطلب من المخرج يعرض لنا الصور مشان مازن يشوف حاله، ناخذهم للصور كاملين بس مشان يرتاح مازن ونقدر نحكي معه اكثر. يحكي لنا شوي عن الصور، بلشت الصور طلع عليها على الشاشه مازن، هيك الشاشه وراك، فاحكي لنا عن هدول الصور اللي كانوا اللي عم يطلعوا هون. وين؟ هون بالمكان اللعب بعد التتويج. بعد التتويج هدول كلهم الصور وقت احتفلوا فيكم بعد التتويج؟ ايه. طيب كم واحد كانوا من رفقاتك؟ كم حدا كنت انت وياه؟ كم واحد؟ ايه ما بعرف كم. كل الفريق كل الفريق. كم ساعة بتتدرب؟ 7 ساعات بتتدرب على الشطرنج كل يوم؟ ايه كل يوم بتتدرب 7 ساعات. ايه. طيب وقت بلشتوا بالمسابقات في أعداد كبيرة يعني من الناس كانت موجودة مثل ما عم بيقول المدرب في أعمار مختلفة، متذكر هيك شوي هي التفاصيل وقت قعدت على الطاولة مثلا ما حدا أكبر منك هدول؟ احكي لنا هيك شغلات. كان في صعوبة؟ يعني لقيت في صعوبة بالمشاركة ولا لا؟ اي تفضل. مازن هو عمره 9 سنين، سنة شارك ببطولة عرب 14 سنة بالشهر الثالث كمان حقق مركز خامس على ضعف عمره فئة ال 14، كان عمره 8 وقتها. وبالإضافة لأنه طلع
باول مكرر بنهائي الجمهوريه للرجال. أه. يعني هو بسوريا من نخبه الرجال، لاعبين الرجال يعني اللي عمره 50 و60 سنه، مازن بنفس المستوى تقريبا. أه. معه، وشارك كمان باولمبيات العالم للرجال. وصل له بس سنتين بالشطرنج. سنتين بالشطرنج شارك باولمبيات العالم يعني للرجال. كثير كبير. صحيح. يعني كان من شهرين بالهند عم يشارك. اه بضحك ها؟ خذوا لنا هالضحكه الحلوه واخيرا. اه بضحك هيك. لا لا مازن شارك باولمبيات العالم كمان، حقق نتيجه ممتازه بالاولمبيات وكان يعني محط انظار الوطن العربي والعالم. شو اللي بيميز لما نحكي عم نحكي عن مازن؟ يعني ما صار له سنتين بيتدرب بعالم الشطرنج، وبنعرف يعني لعبه الشطرنج هي لعبه ما أنا سهله، بدها تركيز وبدها تخطيط وتفكير. وانت مدربه لمازن وقلت هو يعني من النخبه، يعني هو يعادل فكريا بهي اللعبه. عم نحكي عن شباب بعمر كبير، شو اللي بيميزه؟ يعني شو اللي بيكون عنده هو شغفه بهي اللعبه هو الاساسي؟ وعم يحكي عن ساعات تمرين طويله. يعني هلا هو نحن كمدرب بيكون في احيانا هذا مهام مدوله للاعبين الموهوبين، في الحمد لله عندنا بسهوله كثير من اللاعبين الموهوبين. اما مازن هو لاعب استثنائي بكل ما تعني الكلمه من معنى. طلعته وفوتته كلها كانت استثنائيه، يعني حتى مازن ضل سنه كامله عنده رقم ولا خساره. أه. يعني بطولة العرب تحت ال 14 سنة ولا خسارة. بطولة نهائي الجمهورية للرجال ولا خسارة. بطولة الجمهورية للفئات العمرية ولا خسارة. كل هدول عملتها؟ يتعادل بس ما يخسر مازن. مع مين بتلعب بالبيت شطرنج؟ مع خيي. انت وياه بتلعبوا كم ساعة؟ كم ساعة؟ ولا دائما بتغلبوا خلص بيبطل يلعب معك؟ لا اكيد. هو اشطر منك بالشطرنج؟ ايه هو اللي علمك. لا لا مازن اشطر من اخوه، بس هو بحبه لاخوه كثير. طبعا تحيه لاهل مازن كلهم، يمكن في جزء منهم معنا بالاستديو بالكواليس. بدنا نقول تحيه لكل الاهل طبعا اللي بيدعموا اطفالهم بكل المجالات وهذا الكاس. يعني شو كان شعورك لما اخذت هي الجائزه؟ بالفرح طبعا. اكيد بدك تفرح، بس يعني قديش تعبت لحتى اخذته؟ كم مباراه لعبتها لحتى اخذت؟ تسع مباريات. ايه. يعني انجاز ما له قليل ابدا. العلامه الكامله تسعه وفزتم كلياتهم؟ ايه. حلو. طيب خلينا كيف بتم اليه تدريب مازن؟ هلا اول شيء انا بدي نوه على شغلي، بدي اشكر اكيد الدكتور فيصل فندي يلي عم يعمل المستحيل كرمال مازن يتدرب. طبعا مازن من محافظه وانا من محافظه، مازن بمحافظه حماه بمنطقه مدينه سلحب وانا من اللاذقيه. ابوه لمازن بيجيب لي اياه من سلحب على اللاذقيه كل اسبوع او اسبوعين مره، وبالاضافه اني بدربه اونلاين درسين او ثلاثه بالاسبوع. طبعا بالاضافه للمتابعه متابعه التدريب اللي بتدربه هو، شوف كله انا بتدرب بالبيت، وهو مجتهد كثير. يعني بيرجع من المدرسه يقرا دروسه فورا على الشطرنج لحتى ينام. يعني مدرب شاطر ومتعاون، والاب ايضا متعاون جدا وراعي، والاخ متعاون، ومازن واللاعب استثنائي. اللاعب استثنائي اكيد. تحيه لكل عائلتك اساسا لدعمتك. خلينا نحكي كمان قديش مهم هي اليه التدريب والتعليم. يعني لما نقول مازن هو شخص استثنائي، فعليا يجب الحفاظ على هي القيمة، ومثل ما قلت دعمها ومشاركتها بشكل أوسع، يعني فقط مو بسوريا، بخارج سوريا. آلية التدريب يعني نحن عم نقول من حماة للاذقية في مشقة وفي تعب، وأكيد تحية لكل أهله اللي عم يتعذبوا، يمكن معه عم يبذلوا مجهود كتير كبير وهو حابب هذا التعب، يعني مبسوط وعم يشتغل معكم. هلا هو يعني في دعم من الاتحاد الرياضي العام مشكورين، والاتحاد العربي السوري للشطرنج دعم معنوي كبير. اما بالموضوع التدريب الدكتور فيصل يعني ما عم يقصر، بس الفتره التحضير بطوله العرب الخمس شهور كان في معنا الاستاذ سليمان حسن عضو الاتحاد راعي المواهب، والدكتور طلال ديركي يلي هن رعوا الخمس شهور الماضيات ليوصل مازن ليتوج ببطوله العرب بالفئات العمريه. وهلا ان شاء الله ممكن يكون في مشاركات خارجيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بعد ما انا انضميت هلا عندي تجربه بخارج البلد، بدي انضم للاكاديميه الكويتيه للشطرنج مع الاستاذ زيد الحجابي اذا الله راد، راح ينضم ان شاء الله مازن، راح يكون بالاكاديميه وراح يكون ان شاء الله في مشاركات خارجيه له ولعدد من الابطال. ان شاء الله بنستضيفكم قريبا بميداليه خارج الوطن. مازن ارفع لنا هالميداليه هيك شوي، ارفع بايدك مشان تبين على الكاميرا، امسكهم هيك تمام مشان يبينوا على كاميرتك. اليوم شو بتحب هيك تقول لكل يمكن رفقاتك اللي بعمرك او الاصغر منك اللي بلشوا يفوتوا على لعبه الشطرنج، شو بتعطيهم هيك نصيحه مشان يعرفوا يتدربوا ويعرفوا يجيبوا ميداليات مثلك؟ شو بتقول لهم؟ انهم يهتموا بلعبه الشطرنج. صعبه هي اللعبه صح؟ اي. انت كنت تتفرج على حدا مثلا بيلعب شطرنج قبل تشوف كيف بيلعب؟ اي. قدرت تلقط هيك حركات ولا بس بلشت تتدرب اختلف الموضوع كليا؟ لا بس بلشت تتدرب اختلف الموضوع. اختلف الموضوع مزبوط؟ ايه.
حلوه هي اللعبه، صعبه، بدها ذكاء، مزبوط ولا لا؟ هلا انا بعرف في حركه بيعملوها كش ملك، خلص راح هيك كش ملك. هاي الحركه قديش بدها وقت يعني لحتى الواحد يوصل لها على لعبه الشطرنج؟ ممكن ما يوصل لها كمان، ممكن ما يوصل اذا عم يلعب معك ما راح يوصل لها. طيب خلينا نحكي، بتاثر التدريب الشطرنج على دراستك؟ يعني كان عم يقول لنا المدرب انه انت بتخلص دراسه وبعدين بتروح بتتمرن على الشطرنج، قدران هيك تدرس وتلعب شطرنج وتنظم وقتك؟ ايه طبعا. متفوق بالمدرسه، هي اللعبه الوحيده الرديفه للدراسه بشكل كبير، صحيح، لانه هندسيا يعني وتحليليا ورياضيا يعني حتى موضوع القاعده على الدراسه، احيانا الولد ما بيقعد ساعه بالكثير، احنا مازل بيقعد على دور الشطرنج خمس ساعات، فهذا الشيء بيعطيه نفس طويل كمان بدراسته بتركيزه بكل شيء بهذا الموضوع. اكيد نحن سعيدين بوجودك المدرب علي حسن والطفل البطل مازن، اكيد نوجه تحيه لكل اهلك مثل ما قلت لكل الداعمين والراعين بالاتحاد الرياضي، وان شاء الله يا رب نستضيفكم قريبا مثل ما قلت تكون فيكم مشاركه بالكويت وخارج القطر للاستثمار فعليا هي المواهب الواعده. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكم على اضاءه الابطال، ما يعطيكم الف عافيه. شكرا لك كوتش ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لك مازن والف مبروك مره ثانيه، وتضلك هيك مثل ما انت، صح عمرك صغير بس مفعولك كبير على الكل، وتضلك عم تفوز بكل الجوائز. شكرا لك.